اذكر احد انواع الحقائب. اذكر احد انواع الحقائب. حقيبة اليد. حقيبة اليد. خلينا نشوف موجودة حقيبة اليد. حقيبة اليد. نعم موجودة حقيبة يد رجالية، لكنه احتمال ليس الأقوى. خلينا نشوف الاحتمال الأقوى. حقيبة السفر. ها؟ السفر. حقيبة السفر. خلينا نشوف. نعم أفضل جواب هو حقيبة السفر. تفضل أخ حافظ وتفضل أخ حسام، خلينا نجي نكمل وياكم. العقاب. العقاب يتقدم. العقاب 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 العقاب. آية. نعم. آية. ذكري لي أحد أنواع الحقائب. حقيبة سيارة ممكن نقول. حقيبة إيش؟ السيارة. أنا ما أقدر أقول، أنت تقولين حددي يعني. هذا لا تسأليني أنا أسألك. حقيبة سيارة. أي. خلينا نشوف. حقيبة سيارة. خطأ. خطأ خطأ. حقيبة السيارة ما موجود الاحتمال. أستاذ أحمد. حقيبة مدرسية. حقيبة مدرسية. خلينا نشوف الحقيبة المدرسية موجودة. نعم حقيبة مدرسية. باقي خمس احتمالات وخطأ واحد عندكم يا آل العقاب. محمد شو تقول حبيبي؟ حقيبة نسائية. حقيبة نسائية. يعني شيء بسيط. نعم موجودة وهي أفضل ثاني احتمال. خل نجي على احتمال آخر. حسام. حقيبة الظهر. حقيبة الظهر. أي حقيبة الظهر موجودة ما موجودة ما أدري. حقيبة الظهر ما موجودة. حقيبة الظهر ما تستخدم دائما وأبدا. خلينا نشوف آية مرة أخرى. حقيبة ال شو صح لها مال مستمسكات أو فتي سمسونايت أو اللي سمسونايت. إيه حقيبة. ها هذه. حقيبة ال. عرفت هاي الحقيبة السوداء. لا يمكن حقيبة يد. ها. حقيبة يد رجالية هذه صغيرة. حقيبة مستمسكات. حقيبة نساء. حقيبة حقيبة شنو؟ مستمسكات. حقيبة أوراق مستمسكات يعني حقيبة صغيرة هاي السوداء يشيلها مال المحامين. مو حديديني. حقيبة أطفال. حقيبة إيش؟ أطفال. حقيبة أطفال. استنتقلنا من هاي إلى هاي ما يخالف. خلينا نشوف حقيبة الأطفال. نعم حقيبة أطفال. أنت أم وعندك طفل، من تطلعين الطفل لازم يكون عنده حقيبة بها الحليب بها الحفاضات بها بها مصح. أوكي خلينا نشوف. أحمد اذكر لي حقيبة ملابس اللي يستعملوها الرياضيين بصالة الرياضة. ممكن قاعة الرياضة. حقيبة الملابس للرياضيين. خلينا نشوف الحقيبة مال الرياضيين موجودة. خطأ الثالث وأنا مدى أنبه العزاوي.